السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبت خالق أهمل الباجوتان وحائد الله يا هاي وحيكوتا هاي ونيسان جنال كان قدا ونيسان وحبيبو هنا أنكوكين ما شاء الله ما أنتم حائدي ومذاك عنا يدقروح بذب باتكو ذهي لدونتين إن شاء الله وإعلان هنديا إيه ما شاء الله وحان رجينا إن أتكو ذهي فائدي سندونتان أو أتكو ذهي لدونتان إن شاء الله سيدان أيانكو ذا kulan channelka da ku cusub tahay subscribe ino saar kadibna kan balaal ka furo sidaad ugu mid noqoto qofka ugu horeeya ee fiirsada fiidiyowga aan soo gelinayo hadaa hore noola joogta share talaga commentiga nuga caawi oo dhiirigelin beenoo tahay maasha allah maanta gacantaan ayaad in walaa asxaabee waa gacan aad u qurux badan oo aani aa ka helay idinkana aad ka wada heli doontiin insha allah naqshadahan iyo naqshada ka qurux badan waa idin soo gelinayaa biidni illaahi alkariim أصحابي هاد وحان بالله بربع عشرة أو يعني تحنا أو هبين وليبا أو هل كان كبح دونا إن شاء الله مرك أصحابي إذا كان هاني قلا أركو أصحابتي نلا وذاق أو أشير كريا إن شاء الله بحرجينا إن أتكو ذهي لدونتين عشرة دس وأتكو ذهيرنا دونتين أيان وملينا يا جنال كان مرك أصحابي سودة دباذي هي عشرة دونا إن شاء الله هبين دم بأيونو بالله بنايا وبارتوان أيو كبلا بنا كفائدست أيا إذن الله هاي أرضي مك وحا إذن الله سوري دباده إن شاء الله وحا إذن كتغا يا سيدا إيونا بدكليو قلت إنتا إذن كتغين وحا إنكا عد سنة قف كفير سنة يا دي آت هاي والان جانالكا لقري وكومنتي كانا فيح فقر دا دا هنو غريب ورنو حالو يرهوي وحبرتي هذا وابلشو وحبرتي مركلة دذالو عشرة سلقة فإذيست أيا إذ الله يهدمان تينا إن شاء الله وحن رجينا يا كوكا فإذيست إنا نقطين مركة أصحابي وحن كنت قاس إذا إينا ودكليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو لماذا أيا نسلا وذا أركدونا كبغشة وعنو حيسلة أيا إذ الله يهدمان تينا